مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم وحشتوني. النهاردة حابة أتكلم عن الأحداث اللي حاصلة الفترة اللي فاتت دي، في خلال الشهر عموما اللي مر علينا. من فترة كنا اتكلمنا عن القضية اللي كانت هزت الدنيا والرأي العام، كانت قضية الشهيد محمود البنا، واخدنا وقت فيها طويل وناس كتير اتكلمت ولسه ما قلناش يا هادي وما لحقناش نشم نفسنا. وجات مشكلة تانية، مشكلة شهيد تذكرة القطار. الحقيقة انا مش عايزة اخش في تفاصيل واخش في كلام واعيد كلام معاد، ولكن انا مش بس عايزة اتوقف عن قضية الشهيد محمود البنا ولا شهيد تذكرة القطار. في كوارث بتحصل، يعني حصل اول امبارح في المنصورة برضو مجموعة شباب في سن برضو ال17 وال18 وال19 سنة دخلوا تقريبا على سايبر نت، او على يعني على مجموعة شباب قاعدين في مكان، دخلوا عليهم بالرشاشات وبالسيوف عشان يضربوا واحد. وبرضو قبلها بكام يوم سمعنا برضو في طنطا او في بنها شاب برضو قتل بنفس الطريقة، والشباب عمال يقتل في بعضه، الولاد بيموتوا بعض، وكله بيتكلم في انه ده حديث السن او في سن الحداثة. هو ايه اللي جرى في الدنيا؟ ايه اللي حصل؟ يعني انا عايزة اعرف ايه اللي وصل الشباب في السن ده ان هو يعمل كده. الحقيقة انا عايزة اقول حاجة، احنا كبني ادمين لما بنطيع ربنا ليه، بنؤدي فروض الطاعه، الصلاه والصوم والزكاه ليه؟ لانه ربنا سبحانه وتعالى نزل عقاب واحد، ربنا عقابه واحد. يعني لو ما صليتش ليك عقابك اللي ما فيهوش محايله على ربنا، لو ما صمتش، لو ما زكتش، هل معنى كده انه احنا علشان عايشين في الدنيا ان احنا بنأمن العقاب؟ ما هو خلي بالنا، اذا امنا العقاب فافعل ما شئت، اذا امنت العقاب فافعل ما شئت. المشكله هنا بتاعت مين؟ بتاعتنا؟ لا، المشكله هنا وقع على واحد واحد واحد، على الدوله، ان احنا لو فعلا طبقنا قانون العقاب كما يجب محدش هيرتكب جريمة، مش هنرتكب جريمة. الحقيقة أنا عندي حاجة عايزة أقولها وحابة أوجهها لعائلة الشهيد محمود البنا وكل واحد حصل له جريمة قتل وكان سببها حدث. في حاجة اسمها الطعن بعدم دستورية النص القانوني. الطعن بعدم دستورية النص القانوني، لو في أساتذة أو في أحد المستشارين والمحامين سامعين كلامي وحابين يتدخلوا معايا يقولوا مدى صحة الكلام ده من عدمه، يا ريت يبقى في نقاش بيني وبينهم. يعني إيه الطعن بعدم دستورية النص القانوني؟ في مادة في الدستور، المادة التانية في الدستور. بتقول إيه المادة التانية في الدستور دي؟ بتقول إنه الإسلام هو دين الدولة. وان احنا ساعات بنرجع في القوانين بتاعتنا وفي الاحكام على قضايانا على انه مبادئ الشريعه الاسلاميه هي المصدر الاساسي للتشريع. بمعنى دلوقتي عندنا ما شاء الله محاميين الضمير بتاعهم صاحي، يقدروا يطلعوا ثغرات كتيره جدا في القانون. يبقى قدامنا قاتل وشايفين كلنا بعيننا ان هو قاتل، وكل ادوات الجريمه ودوافعها موجودة، ولكن بثغرة من ثغرات القانون نقدر نقلب القضية دي من عقاب كبير لعقاب صغير. بمعنى دلوقتي الشباب كلهم اللي بيقتلوا بيرتكبوا جرائم 17 و18 سنة، الشباب دي يكاد تكون عارفة ان هم مش هياخدوا العقوبة القصوى. لو قتل مش هياخد اعدام، ولو مش عارفة خد مخدرات او تاجر مش هياخد مؤبد. لا، انا عايزه اقول حاجه بقى، هنا احنا نقدر نطعن بعدم دستوريه القانون، بس اللي بيعمل الحاجه دي المجني عليه. بمعنى انه دلوقتي لو دخل سن الجاني في سن الحداثه بنعتمد على تطبيق القانون، وهنا ما نقدرش نقول لا،
لانه دي مادة تانية في الدستور وهو القرآن. القرآن قال لك ايه؟ سن التكليف التشريعي للولد او للبنت البلوغ نمرة واحد، واتنين انه يكون عاقل. البلوغ عند الولد في بالاحتلام، والبلوغ عند البنت بالحيض. اذا مرتكب الجريمة مادام بالغ وعاقل يقام عليه النص القانوني التشريعي في الإسلام ويقام عليه الحد. فما نقعدش بقى نقول إن احنا الأطفال اللي ارتكبوا جرائم دول أطفال وفي سن الحداثة، وهوب نخلع من حكم إعدام ننزله ل 15 سنة وأقصى عقوبة. لا، هنا لو فعلا تم محامي عنده ضمير وطعن في الحكم القضائي باستناده على المادة التانية من الدستور، وهو ان احنا بناخد التشريع بتاعنا او احكامنا من القرآن، غصب عن عين التخين لازم يتم تنفيذ وتطبيق القانون. دي يعني المستشارين او المحاميين اللي هم فاهمين طبعا في القانون عارفين ده، ومن الامانة تحتم علينا ان احنا لما يبقى في قضية او قضايا كبيرة، قضايا قتل مرتكبها حدث، وعلشان ما نستريدش اصل احنا بنعمل حاجتين، نقول انه حدث وفي الحالة التانية نقول انه مختل عقليا. ففي حتة ان احنا نستند على المادة التانية من الدستور وهو احكام القرآن، ده ما فيهاش كلام. ربنا يا جماعة حكم عدل، وانا لازلت بقول ان احنا في دولة قانون، ولازلت بقول ان احنا في قضاء عندنا عادل. بس مع الاسف مش هقول كل المحامين، ولكن هقول البعض منهم، البعض منهم بالفعل لا يخشى حاجه، حتى عقاب الله ما بيخشهوش. يعني لو هنتقي الله ونتقي ربنا ويبقى في محامي كده بما يرضي الله، عارف هو ممكن يعمل ايه، والقضاء كمان قضاء عادل، وعارف انه في حد، هو محدش هيحاسب القاضي، هيحاسبه ربنا بس سبحانه وتعالى. معانا المستشار ايمن محفوظ المحامي بالنقض في مداخله. والو. الو، ازيك يا استاذ شيرين؟ ازي حضرتك؟ الو، ازي حضرتك يا فندم؟ ازي سعادتك يا فندم؟ الحمد لله تمام. حضرتك يا فندم، اتمنى تكون سمعت الكومنت اللي انا قلته دلوقتي على ان احنا ممكن نستند في قوانيننا او احكامنا على الماده الثانيه من الدستور اللي هي بتقول فيها انه القران الشريعه الاسلاميه ممكن نطبق بيها احكام قضائيه باستناد على احكام القران. والله حضرتك دي ملاحظه كبيره وجميله ومحدش قالها قبل كده. ميرسي يا فندم. بس يعني للاسف ان كل قانون ذاتيته، يعني قانون الطفل في المادة 111 لا يخالف الشريعة الإسلامية في هذا المنطلق، ولكن هو قانون خاص بالطفل ولا يمكن نعمم على الشريعة الإسلامية هذا المنطلق. يعني طب أنا ليه بس سؤال، قانون الطفل ولا يمكن يعمم على الشريعة الإسلامية، هو مش الشريعة الإسلامية دي نص دستوري ودي مادة تانية من الدستور، واحنا بنقول انه في احكام القران سن التكليف الشرعي في القران البلوغ؟ والله هي ملاحظه جديده فعلا زي ما بقول لحضرتك، ولكن كل قانون له ذاتيته، احنا بنجعل من القانون نص، يعني نص خاص في حاله معينه، ولا يجوز تطبيق الشريعه الاسلاميه، يعني تطبيق هذا النص على قانون خاص بالطفل، يعني لا يجوز. طب يعني ما هو كده يا فندم في تضارب. لكن احنا ممكن ندفع، لا ما انا بقول سعادتك لسه اكمل بقى، لكن ممكن ان احنا ندفع ان بعدم دستوريه قانون الطفل، وكوني حضرتك صاحبه هذا السبق في هذا الموضوع، لازم يتحكم الاول بعدم دستوريه هذا القانون اللي هو قانون الطفل مخالفته الشريعه الاسلاميه، وبعدين نلغي هذا القانون ونطبق بقى الشريعه الاسلاميه بقانون كده. طيب يعني هو في حتة في الدستور بتقول انه فعلا الدستور بيقول او المادة التانية من الدستور بتقول ان احنا بنستند على الشريعة الاسلامية في القانون فيما عدا قانون الطفل، دي مكتوبة في الدستور حضرتك؟ لا مش مكتوبة. اذا في تناقض في الكلام. هو يعني هقول لحضرتك كل احنا حضرتك في كل القوانين ليها ذاتيتها وليها طبيعتها الخاصة،
تمام. في هذا الموضوع انا شايف، وبحييك على الملاحظه الجميله دوت، ان اللي الماده 111 من قانون الطب هي ماده طبعا غير دستوريه، فاحنا لازم الاول نرفع دعوه بعدم دستوريه هذه الماده. ده نظام القانوني في مصر تمام الاول. تمام. وبعدين المحكمه الدستوريه هي صاحبه الرقابه الاعلى على جميع القوانين، ولو حكمت المحكمه الدستوريه بعدم دستوريه هذه الماده تعديل القانون. طيب اذا فهي دي النقطه اللي عايزه رايي. اسال حضرتك فيها هنا، ان احنا يجوز ان احنا نطعن على نص القانون. ايوه يا فندم، ما سمعتش كويس. يعني بس النقطة اللي عايزة يعني أتأكد من حضرتك فيها، إن إحنا يجوز إن إحنا نطعن على نص القانون. ايوه يا فندم، وندفع بعدم دستوريته لانه لمخالفته الشريعه الاسلاميه ونص الماده 2. طيب أكيد حضرتك سمعت عن قضية الشهيد محمود البنا. طبعا يا فندم. نقدر إن إحنا يعني ندي المعلومة دي لأهله أو لعيلته، بإن هم يقيموا دعوة بعدم زي ما انا قلت بالظبط الطعن في القانون بعدم دستورية النص القانوني في القضية بتاعتهم؟ والله هو ينفع في كل القضايا القادمة، لكن بالنسبة لقضية محمود البنا، القاتل الراجح يستفيد بالمادة 5 من قانون العقوبات، حتى لو اتغير القانون. المادة 5 بتقول هو القانون الأولى بالتطبيق هو القانون الأصلح للمتهم. فراجح حتى لو القانون اتغير، وحتى لو أهل محمود البنا دفعوا بعدم دستورية هذه المادة اللي هي المادة 111 من قانون الطب، راجح هيستفيد من القانون الاصلح له. طيب. للاسف الشديد هو راجح فلت، بس احنا يا ريت نحاول ان احنا نعدل القانون عشان ما نخلقش راجح تاني وتالت وعاشر. طيب حته الاستناد على البلوغ والعقل دي ما تكونش كافيه في قضيه راجح برضو ان احنا نطعن فيها؟ لا يا فندم، احنا نقدر نطعن بعدم الدستوريه تمام، انما في قضيه راجح القانون الاولى بالتطبيق عليه هو القانون الاصلح ليه، والقانون الاصلح ليه دلوقتي طبعا هو قانون الطفل اللي حماه من عقوبه الاعدام وعقوبه الاشغال الشاقه المؤبده. فراجح فلت بكل معنى الكلمه، فلت من حكم الاعدام او حكم الاشغال الشاقه المؤبده، حتى لو تغير القانون. مش اللي خلاه يفلت حضرتك يا سياده المستشار، يقدر مستشار اخر تاني ما يخلوش يفلت من العقاب؟ مش في حاجات لسه اسمها توابع احداث وتوابع قضايا وطعن وحيثيات تحقيقات تانية وادله جديده ممكن تقدم؟ يا فندم، الواقعه حصلت في ظل قانون الطفل، والقانون هو الاولى بالتطبيق زي ما قلت لحضرتك، هو هذا القانون. هو في لغط كتير يعني يا سياده المستشار، يقال انه في تلاعب في عمر الشاب نفسه. لا، المحكمة قالت بكلمة صريحة ليها، قالت إن عمره أقل من 18 سنة. تمام. فإحنا ما نقدرش نعقب على قرار المحكمة، قرار المحكمة وكلامها هو بالنسبة لنا هو الحقيقة، ولا شيء يمثل الحقيقة سوى ما قررته المحكمة، فإن عمر المتهم راجح أقل من 18 سنة. تمام. ما نقدرش نعقب على الكلام دوت نهائي. تمام. ميرسي سيادة المستشار، متشكرة تمام. جدا وشكرا لإفادتك لينا وشرفتنا. الحقيقة زي ما أنا أثرت موضوع دلوقتي، وسيادة المستشار نوه على إنه الموضوع ده محدش اتكلم فيه قبل كده، وإنه كلام جديد ممكن يكون جديد على الشاشات، إن أنا اتكلمت في حتة الطعن بعدم دستورية النص القانوني، واستندت في كلامي ده على المادة الثانية من الدستور اللي بتنص فيها انه ممكن ناخد احكام بعض القضايا بالاستناد على الشريعة الإسلامية. ولكن سيادة المستشار بيقول انه في قانون الطفل هو خارج عن النص ده. الحقيقة أنا مش عارفة احنا المفروض نعمل ايه، هل احنا مفروض نطعن بالنص القانوني، ولا مفروض نطعن في قانون الطفل، ولا نعمل ايه بالظبط؟ بس كل اللي انا عايزة اقوله، موضوع حلقتي هو ضمير بلا مأوى، فانا كنت بتكلم على ضمير بلا مأوى في كل حاجة. الضمير غاب عند كل الناس. يعني لو هنيجي بقى نتكلم
على القصة التانية وقصة شهيد القطار. الحقيقة برضو أنا ما كنتش موجودة عشان أقدر أجزم بالضبط إيه اللي حدث ولا إيه اللي حصل، ولكن اللي أنا مستغربة له جدا إن إحنا شعب غاب عنه الشهامة، شعب غابت عنه الجدعنة، شعب نامت عندنا الإنسانية، شعب ركن ضميره في علبة وحطها في الدولاب. لنفترض ان الكمثري عديم الاخلاق او واحد طالع زهقان طهقان شارب حتى، وقال للولد انت لازم تنزل من القطار والقطار ماشي، طب احنا فين؟ هنقول انه ده كان بائع متجول وطلع في عربة قطار في اي بي. في اي بي يعني ناس قادرة تدفع حق تذكرة واتنين وتلاتة، ومش أي بائع متجول هيقدر يطلع القطار. وفي ناس بصراحة يعني استفزني تعليقاتهم بحتة إنه الولد كان ناصح وهو بائع متجول اللي يطلعه عربة قطار في أي بي، علشان هو كان حاطط في دماغه إنه لو اتزنق في حتة فين تذكرتك فحد شهم يقوم يقول أنا هدفع عنه. وكما أزعم وقيل إنه الشاب قال هو مفيش رجالة ولا إيه. طب أنا مش عارف يعني، هل أنا بائعة متجولة أطلع عربة قطار في أي بي وحاطة في دماغي إن أنا أي حد ممكن يدفع لي تذكرة؟ طب ما هو أنا زي ما حطيت في دماغي أي حد ممكن يدفع لي تذكرة، طب ما هو ممكن محدش يدفع. أقوم أنا بقى بالنصاحة وبالدماغ أقول ساعة ما اتزنق قوي هفتح باب القطار ونط؟ هو ده كلام يعقل؟ سيبنا من انه فتح باب القطار ونط والله يرحمه، انا بتكلم علينا بقى، على الناس. يعني هو من الاتيكيت ان احنا نقعد ملناش دعوه ونسيب الكمثري ونسيب البائع المتجول يمسكوا في بعض؟ طيب معانا مداخله، استاذ ناصر من القليوبيه، ناخد المداخله ونكمل كلامنا. والو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. حضرتك في الشريعه الاسلاميه بالنسبه للساحر، احنا دلوقتي الازهر بقاله زاد عن 1000 سنة منشوق، تمام، والازهر سايب الانسان المسلم فارسة للساحر. انا حياتي اتدمرت، انا بقالي 8 سنين حياتي اتدمرت، 5 اسر وعامل فوق ال50 محضر واستغاثات، والشرطة خايفة منه والنيابة خايفة من الساحر، وقصة كبيرة. اكتر من 50% من حالات الطلاقات في مصر سببها السحر، وانا معايا الملف دي ومعايا زيادة عن 201 شاهد، وجيت على القنوات التلفزيون، تمام، والعاشره مساء في 2007 في 2017 جابت اكثر سحر. ما فيش قانون يحمي المواطن في مصر، ما فيش قانون. الدوله والازهر سايبيننا فريسه للسحر. هو عموما يا استاذ ناصر السحر والشعوذه ده كله كلام فاضي. لا اسمعني في ردي في الموضوع ده. انا معاك فعلا انه مش هنقول انه الدوله مش قادره تحمي الناس من السحره والشعوذه، ولكن هقول لحضرتك حاجه، العيب برضو مش على الدوله، العيب علينا. لما يبقى في واحد عارف ان في حد بيقوم باعمال السحر والشعوذه في منطقه وكل الناس عارفين، لازم يتم الابلاغ عنه. ما هو معلش يعني هو هيتقبض عليه ازاي؟ الدوله هتحميك ازاي لو انت ما بلغتش عنه عشان يتقبض عليه؟ انا كنت اعرف ناس من فتره، يعني من سنين السنين، كان في منطقتهم دجال، وبالفعل جاء بعض من الناس عملوا بلاغ عن الدجال ده واتمسك فعلا واتقبض عليه واتسجن. ما هو انا منين هحميك وانت ما بتبلغش؟ ما هو يعني يا جماعه، ما انا عايزه اتكلم برضو اقول ان احنا بقينا جبنا جدا، احنا بقينا بنخاف. يعني هقول لك حاجه، انت بتتكلم عن السحر، هو ساحر وخرب البيوت. لما يجي واحد يقول لك طب ما هو انا خايف اروح ابلغ لا يسخطني قرد ولا لا يسخطني مش عارفه ايه، طب ما انا خايفه، طب ما انا خايفه، ما انا مش هقدر اروح ابلغ. انا بتكلم على ان احنا بقينا جبنه جدا، احنا بقينا جبنه، انا مش عارفه احنا وصلنا كده ازاي. يعني الوقت هيقرب او هيوشك على الانتهاء، بس كل انا عايزه اقوله ان انا حابه اوجه كلامي للدولة نمرة واحد، وللرجال الأعمال، وللناس، إن إحنا بدل ما نقيم مهرجانات بملايين وبألوفات الألوفات ونقيم مشاريع في الفاضي،
احنا عايزين نقيم، ناخد شويه فلوس نعمل مشاريع، نستقطب الشباب دول، نستقطب سن ال 17 وال 18 وال 19 بدل ما يقعدوا على القهاوي ويمسكوا سنج ومطاوي ويضربوا بالنار ويعملوا البلاوي الزرقاء دي. طب احنا ليه يا جماعه ما نحاولش نعمل مشاريع ونخلي طاقتهم كلهم تبقى محدوده في حاجه زي كده؟ نشوف ايه المشاريع اللي ممكن تشغل دماغ الشاب بان هو عايز يخرج طاقته في حاجه مفيده، بدل ما يخرج طاقته في ان انا اقعد على قهوه وان انا حصلت مشكله مع واحد صاحبي وفتحه الصدر اللي بقينا فيها. الاهالي فين؟ يا جماعه انا بدات احس ان الاهالي ما بقتش نفسها متربيه. وعايزه برضو اتكلم واقول الناس اللي بتتكلم وتقول الدراما، انا معاكم ان الدراما عليها عامل اساسي، محمد رمضان والسبكي وكل الحاجات اللي كل الناس بتقولها على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك، بس احنا مش هنعلق كل الجرائم اللي بتحصل على الدراما. هي عامل ولكن مش العامل الاساسي. مفيش وعي، بقى عندنا جهل، الاهالي بقت مشغوله، الشباب بقت ما بتخافش من العقاب. ما هو لو كل واحد عارف انه هيرتكب جريمه وهيتعاقب عقاب رادع مش هتحصل كده تاني. الجرائم مش احنا الجرائم عندنا كترت. احنا قلنا عايزين امن واستقرار، ربطنا على بطننا ورضينا بلقمه عيش ناشف وميه نملى بطننا عشان نسد وجع الجوع. بس الضنا ده وجع في القلب مش وجع في المعده. مش هنقف عند الضنا ونقول ادي الله وادي حكمته. يعني انا مش عارفه اقول ايه، ولكن وصلت لختام حلقتي النهارده، وبشكركم اعزائي المشاهدين، ويا رب اكون فجرت كده بس فكره ممكن تكون غايبه عن الكثير، وهي حته ان احنا ممكن نطعن بعدم دستوريه النص القانوني في قواضي جايه بقى لو هنقول القواضي اللي راحت. واعزائي المشاهدين يا رب تكونوا استفدتوا النهارده بكلامي، وألقاكم إن شاء الله الأسبوع المقبل. انتظروني إن شاء الله ويسعد مساكم.